السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله في هذه الحصه غادي نقدم لكم واحد الطبق ساهل بزاف وما فيش مقادير كثيره، اللي هو طبق بالدجاج والبصله. كنحتاجوا عندنا هنا الدجاج كميه اللي بغينا، قطعته خصو يتقطع اطراف صغار، وهنا عندنا بصله كبيره مشلضه بهذه الطريقه، عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، ربع كاس ديال الخل والملحه على حسب الطوق، وعندنا هنا طريف ديال الفاخر غسلته مزيان. هاد الطريف غادي نوريكم كيفاش غادي نستعملوه. اول حاجه كنبداو هاد الطبق، هذا ما فيهش الماء، ما كنديروش فيه الماء نهائيا. كناخذوا كميله او مقله عندها الغطا ديالها، كنديروا الدجاج، كنزيد عليه البصله، كمون تقريبا معلقه كبيره، الملح على حسب الذوق، ما نكثروش حيت غادي نديروا الخل حتى هو تيعطي ديك الحموضه. الملح الا كانت كثيره ما غاديش يجي زوين. كنخويو الخل، كناخذوا هاد الطريف ديال الفاخر. هاد الطريف علاش؟ باش تجي فيها النكهه ديال الشوا، او كتجي مهم كتجي زوينه بزاف بالنكهه ديال الفاخر. كنحطوها غير في الجنب، كنسدو عليها وكنخليو على نار مهيله حتى يطيب على خاطرو. كنحركوه بعدا ونخليوه يطيب. ديما الفاخره خاصها تبقى في الجنب. طبق ديال الدجاج وجد كيف كنلاحظوا تيجي ناشف شويه. الا بغيتو، انا هنا قللت البصله، ممكن تزيدوا البصله بكميه كثيره كيجي بنين بزاف. كنحيدوا دابا ديك القطعه ديال الفاخر، نحطوه في طبق التقديم. نحطوا البصله من فوق، كنتمنى وصفة تصير اليوم تنال اعجابكم، وبالصحة والراحة.